فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول: أنا أحرص على الصلاة، ولكنني فضيلة الشيخ بالنسبة للخشوع قليل الخشوع وأكثر من السرحان، فهل صلاتي صحيحة وينقص أجري؟ صلاتك صحيحة، ولكن ينقص أجرك إذا كثر أو قل فيها السرحان والوسواس. عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تحضر قلبك، وأن تطرد الوساوس، تقبل على صلاتك، فإذا فعلت ذلك فإنه لا يضرك بإذن الله. نعم.